طبعا من القواعد المعروفة أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن حكم السجن للمتهمين بقتل الطفلة زينة ريحان طفلة بورسعيد في الحادثة الشهيرة اللي حصلت من 3 شهور، الحكم بسجن واحد فيهم 15 سنة والتاني 20 سنة أثار حالة من الجدل وربما علامات الاستفهام اللي بتوجه للمشرع المصري. ليه لا تستجيب الحكومة لمطالب القانونيين بتعديل قانون الطفل؟ لأنه قانون الطفل لا يمنح القاضي يعني حرية أن يوقع عقوبة الإعدام إذا ما كان المحاكم أو المتهم دون السن القانونية أقل من 18 سنة، وهو ده الحقيقة في سابقة يعني تعتبر يعني فريدة من نوعها. قالوا القاضي النهاردة في المحكمة أنه يعني قدم شبه اعتذار لأهالي الضحية بأنه القانون لا يمنحه الحق أنه هو يوقع عقوبة الإعدام، فوقع أقصى عقوبة في القانون وهي 15 سنة، والمتهم الآخر خد 20 لأنه خد عقوبة أخرى متصلة بجريمة القتل وكانت 5 سنين، يعني 5 و15 20 سنة لواحد والتاني خد 15 سنة. النهاردة بنفتح هذا الملف في برنامج مصر الجديدة، وهيبقى معايا من بورسعيد مباشرة في بث مباشر السيدة شيماء والدة زينة من غرفة نوم زينة. الحقيقة هتبقى كمان مراسلتنا رضوى رحيم موجودة لدى منزل الأسرة في بورسعيد تحاور هذه السيدة الحزينة طبعا اللي تعرضت لوعكة صحية خطيرة النهاردة بعد سماعها هذا الحكم ونقلت على أثرها إلى المستشفى، ويعني يدوبك تعافت وقدرت أنها تجري معانا هذا الحوار بعد قليل. هيبقى معايا في الاستوديو الحقيقة دكتورة عزة كامل مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، وأيضا أحمد رفعت وهو المتحدث باسم حملة زينة ريحان، وزي ما قلنا في بث مباشر أسرة زينة من بورسعيد. هنكمل بعد الاستراحة الإعلانية، خليكم معانا اوعوا تروحوا في أي حتة. يعرفها الكثيرين لكن سمع عنها الجميع، حبوها من غير ما يشوفوها وضحكتها أبكت كل المصريين. بكل تفاصيل ملامحها وحركاتها وخفتها هتشوف فيها براءة الأطفال اللي بيفضلوا في ذاكرتك سنين السنين. هي زينة بورسعيد ابنة الخمس سنين اللي جريمة اغتصابها وقتلها هزت المجتمع المصري. كالملايكة لبست زينة فستانها الأبيض ووسط جيرانها وأصحابها وأهلها، رقصت وغنت ولعبت واحتفلت بعيد ميلادها. وفي آخر اليوم نامت زينة في حضن أمها للمرة الأخيرة والفرحة مالية قلبها. وفي اليوم التالي كعادتها خرجت تلعب قدام شقتها عشان تقابل مصيرها المؤلم، ابن الجيران وابن حارس العقار. خدوا الطفلة وطلعوا بيها، فوالدتها قالت الله زينة راحت فين، فصرخت. فلما صرخت الأولاد ارتبكم، الولد اللي هو رماها نزل وبيدور معانا وقعد يدلنا طب نشوفها في الشقة دي، طب نشوفها في الشقة دي، وبعد كده قال ايه طب ما ندور في المناور. ف فتحنا المنور اتلقينا البنت. هل أي إنسان يتقبل الجزئية دي على بنته؟ على مدار حوالي 3 شهور لم تهدأ شوارع بورسعيد اللي اتملت بصور زينة في كل شارع وفي كل مكان،
وفي كل القلوب اللي اتقهرت واتأثرت ونزلوا في وقفات ومظاهرات رافعين اللافتات اللي بتطالب بالقصاص. أما في منزلها فالدموع لم تجف ولم تفارق العيون ولم تتوقف الجدة عن البحث عن زينة قلبها وعقلها في كل مكان. زينة دي عملت ايه اللي عملته؟ عايزة حقها، اللي بيجيب الحق يجيب حق، وربنا هيجيب حقها بس يجي لحق زينة. وانتظر الجميع طول الفترة الماضية حق بنتهم والقصاص اللي هيشفي غلهم من المجرمين حتى جاء حكم اليوم. حكمت المحكمة فوريا بمعاقبة المتهمين محمود محمد محمود وعلاء جمعة عداد حفروش بالسجن 15 عاما لكل منهما. قانونيا أعطاهم القاضي أقصى عقوبة، إنسانيا حتى لو حصلوا على الإعدام فلم ولن يشفي ذلك أي آلام. لمي السلمة، برنامج مصر الجديدة مع معتز دمرداش.